السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نصايب معكم هاد لي كاب كيك اللي كيجيو بنانين، واهم حاجه ساهلين في التحضير. ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. المقادير عندنا نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، جوج بيضات، جوج كيسان ديال الطحين، هنا نص كاس ديال كاكاو بودغ، كاس قل ربع ديال السكر، واحد السكر فاني، ومعلقه صغيره ونص ديال الخميره. بالنسبه للكاس باش عبرت، انا عبرت بهذا الكاس، نتوما يمكن لكم تعبروا باي كاس عندكم. ندوزو دابا لطريقه التحضير. هنا زدت النواه شي فهوما الاولين، راه كنت كنصحابي راسي كنصور فاش كنت زدتهم، ولكن الكاميرا كانت طافيه. مورا غادي نزيد عليهم السوائل، زدت الزيت والبيض والحليب، وغادي نخلط العناصر مزيان حتى تدخل مع بعضياتها. هنا من بعد ما دخلت كاع العناصر مع بعضياتهم ندمجو على هذا الشكل، غادي نزيد الشكلاط. هنا جبت انايا الشكلاط وقطعته طراف، يمكن لكم نتوما ديروا البيبيت شوكولا اختياري شنو ما بغيتو ديروا. وهكا الخليط ديالنا غادي يكون واجد. دابا غادي نديرو في ليمون اللي غادي ندخلو على الفران. بالنسبه للمول انا غادي نستخدم هذا المول ديال لي كاب كيك. هنايا غادي نجيب ورق الزبده اللي كنت قطعته مربعات، وغادي نقطعو هكا على الجنب على اربعه مربعه ديال الجهات. وهاد الورق اللي كنا قطعنا غادي ندخلوه هكا بالكاس باش يعطي لنا الشكل ديال لي كاب كيك، وغادي نعمروه. صافي، انا غادي نبدا نعمر القوالب حتى نسالي الكميه كامله، وغندخلهم للفران. لما سالت المول كامل، هنا غادي نزينها شويه بلي بيبي ديال الشوكولا، وغادي ندخلها للفران. في الاول الفران غادي يكون مجهد، غادي نخليها لمده ديال 5 دقائق، ومن بعد غادي نقص الفران ونخليها تطيب على خاطرها مده ما بين 20 دقيقه حتى 30 دقيقه. هكا كيكون الشكل ديال الكب كيك ديالنا. العجينه اللي شط ليا درتها في هذا الليمون، يعني هذا الشكل كيجيو. وبقى لي غير نقول لكم بالسلامه وبالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. سلامه.